قول لي بقى مين يغلبهم دول؟ يعني الوضع والاستعداد والقدرة القتالية دي مين يقدر عليها؟ شوية مرتزقة وشوية ناس مأجورين اتكنسوا زي الزبالة والبواقي من سوريا واتكنسوا من العراق، ولا يفرق معانا، عندناش أي مشكلة. يعني لما تشوف أقل جندي في الجيش المصري أو أصغر جندي، مفيش أقل، هم كلهم في مستوى واحد، ولكن أصغرهم سنا أو رتبة، بتلاقي جواه إصرار، بتتكسف إن أنت حتى يعني قلقان، أقلق إزاي ودول موجودين؟ البحرية المصرية لمن لا يعلم هي من أقوى 6 قوات بحرية في العالم، يعني الجيش المصري العاشر، ولكن البحرية هي الأقوى في الشرق الأوسط. البحرية المصرية دي ليها بطولات، يمكن إيلات عشان هي الواقع اللي يمكن الأبرز أو اللي انتشرت إعلاميا، ولكن بيسموها كده المعارك الشرفية، من المعارك الشرفية للبحرية. لكن عارفة دي لما تقعدي مع أي ضابط بحري، لا، أيام حرب الاستنزاف وإمكانياتهم حاليا غير طبيعية. يعني أنا طبعا متوقع الناس إياها، وحصل على السوشيال ميديا امبارح اللي تقول لك جابوا فرقاطه ليه وجابوا مسترال ليه، ما كانوا جابوا مش عارف ميكروباصات شغلوه على خط الهرم وجابوا سندوتشات للشقه، يعني الكلام ده اعتدناه. ولكن اديكوا شايفين اهو بحريتنا وقواتها وجيشنا والشرطه، والله ما بنتكسر، ما عندناش اي مشكله. يعني